شراك تبيع لنا واحدة؟ لا 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 ليش؟ ما حقاتي ابيع. طيب عطنا واحدة كذا. عطنا واحدة كذا. اعطيك حاجة انا حقتها يا شيخ. ما في شيء. قول له ضاعت. اقول له ضاعت؟ ما حرام. بعدين في ضاعت الشبر فيه ضاع. ها؟ بعدين لما نخطوه في الشبر ده كذي. ايش هو الشبر؟ الغبر. بعدين في واحد زي ما ضاعت. ما في واحد زي ما ضاعت. يعني حساب هناك. الله حسابه يسير. طيب ايش رايك بالله فاخر لما ترى سالح فيها؟ تحس ترتاح نفسيتك؟ الحلال؟ ايوه انت مش فيها يعني مرتاح نفسيا الحمد لله. الحمد لله. مياكل من حلال محلال مرتاح نفسيا. لا اله الا الله. طيب بس عطنا واحده بس يا شيخ. يا شيخنا والله يديك. الله يرحمك. زي السما للوطا. حطها في صندوق. زي السما للوطا. كيف زي السما للوطا؟ السما والوطا قريه قراب بعض؟ لا. بس انا كان بديك نعجه. يا شيخ. والله. ليه؟ لو انا اديتك نعجه السما والوطا ينطبق صوت تكون يعني قراب بعض. نعطيك 200 ريال. مستحيل يعني مستحيله من السما والوطا تكون مع بعض صح؟ نعطيك 200 ريال. والله كان تعطيني 200,000. يا شيخ. والله رب الكعبه. 200,000 ما اعطيك ليه؟ ليش؟ ليش؟ ما حد شايفك هنا يا شيخ. حق مين؟ اقول ما حد شايفك وما راح نعلم احنا. ها؟ الله الله. هتشوفني؟ انا اشوفك سبحان الله. خلاص. بعدين بتحاسبني انت ولا حاسبنا ربي؟ فجدد في حياتك وانسى هما فإن عزيمة النفس تطول. إذا كان هذا هو المقطع اليوتيوب في هذا الجزء الثالث وقبل الأخير. والدكتور إبراهيم لعلك تعلق على هذا المقطع. والله يا أخي يعني حقيقة يهتز بدنك وأنت تسمع مثل هذا المقطع. يعني يقول له ما أحد يشوفك يقول يشوفني الله ويرفع يده إلى السماء. ما أحوجنا لمثل هذه الكلمة العظيمة. ما أحوجنا أن نتعلم الدرس من رويع الغنم. المسافة بين رويع الغنم وبين هامور أكل أموال الناس وتسلط على أموال الناس لا يعلم بها إلا الله عز وجل. المسافة بين لباس وغبرة وسنحة هذا الرويع البسيط وبين جمال وهيئة وشخصية ذلك الهامور الذي يأكل أموال الناس بالباطل ولا يلقي لها بالا مسافة كبيرة جدا. لاحظ مثل هذا الإنسان البسيط كم أثر كلماتي في نفوس الناس وكم كم حب الناس له. بل أعظم من هذا كم حب الله له. الله أكبر. إن الله يراك. الله. إن الله يراك. هكذا تربى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وذلك الجيل وهكذا يجب أن يتربى هذا الجيل. يخرج الرجل من بيته للغزو ويخلف خلفه زوجته أبناء كان وصيته لهم إن الله يراك. الله. انظر جمال الأمانة عند هذا الإنسان في الصحراء. لا أحد, لا أحد يعلم عنه فعلا. قد يقول ضاعت ذهبت لا أدري. لكن لاحظ الإيمان كالجبال حقا كما جاء في حديث النسائي وأحمد وغيره قضية يعجب ربك من راعي الغنم على رأس جبل يقوم لصلاته يؤذن فيقوم لصلاته يقول قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الله. النبي عليه الصلاة والسلام جزع ذات ليلة لم يأته نوم فقال قيل له ما الذي أسهرك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم إني انقلبت إلى أهلي فوجدت تمرة ساقطة فأكلتها فذكرت أن في بيتنا تمر من تمر الصدقة ذلك الذي أسهرني. الله أكبر. تمرة ساقطة تسهر النبي وتقض مضجع النبي. واليوم بعض الناس يأكل المليارات تلو المليارات ويأكل أموال الناس ويفسد على الناس حياتهم إما في طريق ولا في منشأة ولا في غيرها وينام قرير العين ما كأنه فعل محرما. ولا تحسب أن الله غافي عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بائعة اللبن لما قالت بائعة اللبن لأمزج اللبن بالماء ماذا قالت؟ ولكن ها ولكن رب عمر يرانا. الله. ولكن رب عمر يرانا. هذا إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب يتمثلها هذا الرويع البسيط. الله أكبر. ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. الله أكبر. طيب هذه المعاني الجميلة حقيقة. أنا هذا الموقف هزني لما شاهدته ولعلي من هذا المكان ومن هذا البرنامج أعلن
مكافأة لهذا الراعي. أنا والله لا أعرفه ولا أدري من هو، لكن أتمنى من يعرفه أو من سجل له أن يتواصل معنا عبر البرنامج أو عبر حسابي بتويتر أو غيره. مكافأة من مؤسسة والله رفض صاحبها أن يذكر اسمه، لكني سأذكر اسمه. لماذا سأذكر اسمه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لما نضع مثل هذه المكافآت والجوائز لمثل هذه القيم والعبادات العظيمة، الأمانة، يوم ضيعت الأمانة في مثل هذا الزمن، علينا أن نشجع مثل هذا الراعي وغيره ممن يحمل الأمانة حق وصدق. هذه المكافأة هي 20,000 ريال مقدمة من مؤسسة الشيخ الله يحفظه ويطيل بعمره حمد الحصيني بالدمام. أسأل الله يتقبل منه. ولذلك أنا والله لا أعرف ولا أدري كيف نوصلها، لكن نعلن عنها في هذا البرنامج، ومن عرفه عليه أن يتواصل معنا. جميل. إذن هذه دعوة من الشيخ ودعوة منا لمن يعرف هذا الشخص أو من صور هذا المقطع، الذين نشروا هذا المقطع، أن يتواصلوا معنا من خلال عنوان البرنامج على الهاتف أو من خلال حساب الدكتور إبراهيم، لأجل أن يحصل هذا راعي الغنم على جائزته التي أهداها رجل صاحب الخير اللي هو الأستاذ الحصيني. من هو دكتور؟ الشيخ حمد. الشيخ حمد الحصيني. طيب أريدك